الموسم الشاق اللي كان صراحه صعيب بزاف علينا. هذا القسم هذا ديال القسم انا كنسميه قسم المظالم لانه قسم صعيب. شحال بزاف ديال الحوايج خليتهم هو كيبتعد محمدي، خليت عائلتي، خليت البنيه ديالي، خليت بزاف ديال الحوايج وبقيت مع الاتحاد المحمدي من اول الموسم. يعني ضحيت بزاف ديال الحوايج، ضحيت بعائلتي كامله، وداك الضغط هو اللي حس ديك الساعه. اول حاجه تفكرت بان الموسم ما مشاش هباء كما كيقولوا منطور. يعني الحمد لله تاع التطلع داك الشيء، علاش انا ديك الساعه حسيت نهاريت، لان صافي فريق الاتحاد المحمديه، ولا كنقول انا حيت انا ابن فريق الاتحاد المحمديه، هو كان ضغط. اول حاجه تفكرت نهار جيت الاتحاد المحمديه ولقيتها كطيح، ولقيت صراحه واحد الشعور. انا حيت علاش بكيت على الاتحاد المحمديه باش طحت، وحسيت هذيك الساعه بدون شعور انا علاش بديت كنبكي، لان كان عليا واحد الضغط طوال الموسم، من عند الجمهور، من عند المكونات ديال النادي كمنخرطين، من عند الجماعه، من عند العماله، وكنا دايرين واحد الوعد. وصراحه انا بزاف ديال الحوايج خليتهم المحمديه، وشحال من واحد يمكن يقدر يكون ما عارفش هذه القضيه بانني انا لعبت مينيم كادي جونيور اسبوار سينيور وعاده التحقت بالمكتب الموسيقي. يعني انا حياتي تقريبا كلها عشت فيها في اتحاد المحمديه من الصغر ديالي. هذاك الشيء علاش حسيت بديك اللحظه راك عشتيها معنا سي حمزه. السلام عليكم، انا معكم ناموس احمد، نائب اول لفريق اتحاد المحمديه. انتقلوا لفريق اتحاد المحمديه وانتقلوا هذا الموسم الشاق اللي كان صراحه صعيب بزاف علينا. هذا القسم هذا ديال القسم انا كنسميه قسم المظالم لانه قسم صعيب. شحال من واحد كيسحب بان قسم ديال العصبه انه صعيب، لا راه ما صعيبش، ما ساهلش، راه فيه الكويريه ديال بصح. حيت كنقولوا حنايا لا ريجيون ولا الدار البيضاء الكبرى نجبت لاعبين كبار، لاعبين في المستوى الكبير. صراحه حنا هذا القسم هذا ما كناش كنعرفوا ليه بزاف، وسقطنا ليه حنا 3 سنين وحنا فيه، واربع سنين وحنا فيه، لقينا صعوبات كبيره. ولكن الحمد لله هذه السنه هذا تاتى لنا الصعود اللي كانوا فيه مكونات النادي مجندين من الاول، من واحد في شهر 7. احنا دابا سنه تقريبا 12 شهر وحنا مجندين. صراحه كان موسم اللي صعيب بزاف. بدينا جبنا لاعبين في المستوى، لاعبين من الجروبمو، وجبنا لاعبين من بريمير هوات ومن دوزيام هوات اللي تاقوا في المشروع ديالنا، وجبنا واحد الاطار وطني كفء سي حسن عاطر. سي حسن اللي كان في المستوى الكبير وعاوننا بزاف. جمعنا اللاعبين في المستوى، الحمد لله تأتى لنا الاكل ديالو وتأتى لنا الثمار، والحمد لله احنا رجعنا للقسم الثاني هوات. ان شاء الله ما غنحطوش يدينا وغنتقاتلوا ان شاء الله باش الموسم الجاي نطلعوا. وما ننساش في المناسبه هذا نشكر جميع
مكونات النادي. وكنشكر رئيس مجلس البلدي السي هشام ايتمنى اللي ساندنا عندنا. كنشكروا المجلس البلدي كامل. كنشكروا السي احمد الشموطي حتى هو اللي كان سند لينا. كنشكروا صاحب الجلاله ولا ممثل صاحب الجلاله عام العماله المحمديه السي هشام المدغري اللي حتى هو نهار دقينا عليه الباب ما خيبناش واستقبلنا استقبال كبير وعاوننا في الشراكه اللي ان شاء الله اللي عاونتنا هذا الموسم هذا وغتعاوننا الخمس المواسم القادمه. داكشي علاش حنا درنا واحد البروجي ديال ان شاء الله من هنا واحد 3 4 سنين نرجعوا للجروبمون نرجعوا للمكانه الصحيحه، لان المكانه الصحيحه ديال فريق اتحاد المحمديه ماشي الهوات، المكانه الصحيحه ديالها هي الجروبمون هو القسم الاحترافي. كنتمنى مدينه المحمديه ولا مدينه الزهور مدينه الرياضات ان ترجع للاوج العطاء ديالها. علاش ما نكونوش بريمير ديفيزيون نرجعوا؟ وكنتمناو الفريق شباب المحمديه وكنهنئهم بهذه المناسبه هذه على البقاء ديالهم لانهم معانا وكنا صراحه بالقلب ديالنا مع الفريق وكنا كنعانيو وكنقاسيو معاه حتى هو هذاك الشيء اللي كان كيعانيه. الحمد لله انهم بقاو. وكنتمنى علاش فريق اتحاد المحمديه ما يرجعش للمكانه الصحه ديالو وهي القسم الاول ويكون ان شاء الله واحد ديربي فضالي لما لا. والجمهور الفضالي راه ذواق وعزيز عليه كره القدم. كنتمنى انا من الجمهور ديال المحمديه ما يبقاش يهرب شويه لكازا لان حنا محتاجينه، لا اتحاد لا شباب حنا محتاجينه. وكنشوف صراحه انا باش كنشوف دابا كنشوف الماتش الاخير وفرقه طلعات وكنشوف التريبي الخاوي ما فيه حتى شي واحد وصراحه يحز في النفس هذا الشيء هذا. كنتمنى من الجمهور انه يرجع راه كناشدهم لان اتحاد المحمديه ولا شباب محمديه راه طواقي الجمهور ديالهم طواقين. انا باش كنت كنشوف صراحه عشت واحد الوقت انا عشت صراحه في دوزيام ديفيزيون وكانت شباب اتحاد في دوزيام ديفيزيون وصراحه الملعب راه كان كيمتلئ عن اخره. هذا غير ديربي انا تفرجت فيه في دوزيام ديفيزيون. اما اتحاد المحمديه باش تفرجت فيها في دوزيام ديفيزيون ولا هذه كان التيران كيمتلئ. كنتمنى ان الجمهور يرجع. انا عارف بان الجمهور طالع لي الدم والجمهور فهمتيني يعني الانسان باش كيكون الفرقه كطيح الجمهور كيهرب لك صراحه. هي هذه كنتمنى ان الجمهور الفضالي يرجع للفرق ديالو بجوج للشباب الاتحاد. وكنتمنى من المكونات ديال المجلس كاملين ولا المنتخبون انهم يعاونوا الفرق بجوج ويشوفوا من حالهم لان الرياضه راه تبارك الله راه اش نقول لك الرياضه هي التنميه ديال المدن. وكنشوف انا السي القجاع ولا بنتي لان غادي تي جي في كنتمنى ان حنا نواكبوا التطور هذا. حنا غنضموا كاس افريقيا في 2025 غنضموا كاس العالم في 2030. اذا الرياضه هي القاطره خاصنا نتجندوا كاملين باش نواكبوا السي القجاع. وبهذه المناسبه انا كنشكر خويا حمزه وكنشكر الصحافه المحليه وكنشكر لوسات اللي كانت مواكبنا من بدايه الموسم النهايه ديالو. كنشكركم بزاف. هو كان ضغط. اول حاجه تفكرت نهار جيت الاتحاد المحمديه ولقيتها كطيح ولقيت صراحه واحد الشعور. انا حيت علاش بكيت على الاتحاد المحمديه باش طحت وحسيت هذيك الساعه بدون شعور انا علاش بديت كنبكي لان كان عليا واحد الضغط طوال الموسم من عند الجمهور من عند المكونات ديال النادي كمنخرطين من عند الجماعه من عند العماله. وكنا دايرين واحد الوعد وصراحه انا بزاف ديال الحوايج خليتهم وواكب اتحاد محمدي. خليت عائلتي خليت البنيه ديالي خليت بزاف ديال الحوايج وبقيت مع اتحاد محمدي من اول الموسم. يعني ضحيت بزاف ديال الحوايج ضحيت بعائلتي كامله. وداك الضغط هو اللي حس ديك الساعه اول حاجه تفكرت بان الموسم ما مشاش هباء كما كيقولوا منتور. يعني الحمد لله تاع التطلع داك الشيء. علاش انا ديك الساعه حسيت نهاريت لان صافي فريق اتحاد المحمديه ولا كنقول انا حيت انا ابن فريق اتحاد المحمديه وشحال من واحد يمكن يقدر يكون ما عارفش القضيه بانني انا لعبت مينيم كادي جينيور اسبوار سينيور وعاده التحقت بالمكتب الموسيين. يعني انا حياتي تقريبا كلها عشت فيها في اتحاد المحمديه من الصغر ديالي. هذاك الشيء علاش حسيت بديك اللحظه راك عشتها معنا السي حمزه. السي حمزه شنقول لك فريق اتحاد المحمديه من اخر مقابله اللي عنا على الصعود احنا بدينا ديك الساعه كنفكروا يعني في التشكيله كنفكروا التركيبه ديالنا تقريبا غنخليو 80% غنخليو الستاف كامل باش نشتغلوا مع مجموعين
غنضيفوا بعض اللاعبين اللي في شي بوست اللي ناقصينا. يعني ان شاء الله غادي بدينا كنتفاوضوا مع بعض اللاعبين اللي غيلتحقوا بالفريق ان شاء الله السنه المقبله. انا كنوعد الساكنه راني كما كنوعدت بزاف ديال المنابر الاعلاميه كنوعد الساكنه بان ان شاء الله غادي نرجعوا الفرقه المكانه الصحيحه ديالها هي الجروبمو العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله حمزه ان شاء الله غنريح انا وكفه البلاصه هذه وكنوعدك بان فريق الاتحاد المحمدي غيرجع للمكانه الصحيحه ديالها. برنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.